شفت سني ده تلقاه في جناك اي تينا زادو زب بلع لسانه وزر وما راجل شحم زي ده. انت النسوان هذين في اللايف ده بعرفوا احمد ده مش ذكران عنده 16 على المهم ما في داعي وانا يا احمد كسلة. السلام عليكم يا جماعه. انت عارف لما نفقد المنطق طوال بخش للحاجات اللي اصلا هي ما بتهزنا ولا بتلزنا زي ما بقول. اخونا فهام تحيه لك. تفضل يا اخوي تحيه لك. تحيه لك وشكرا يا اللي كسلة اعطاك الفرصه. اول حاجه يعني اول حاجه انا برسل رساله للشباب الناشطين يعني ناس البدأ من الحركات والجيش كله. انت ما تعملوها واضحه كده يعني فهمت بنفهم يعني هنا فهمت حتى في اللايفات كده واي شيء خليكم ناس وطنيين يعني فهمت. وبعدين ذاته ما اعرف شنو زيت وشنو ما دار نذكر الاسماء يعني فهمت. الناس ما تركز بانه انت تخوض كده لا يعني هنا كلنا واحد. تحية لأخواننا في جبال النوبة والله تحية لكم يا فخامة وأخونا مجدي برضو ما قصرتوا يعني بصراحة بنسبة وئي للشباب كده يعني. أنت أول حاجة يعني في اللايفات ما تخط حاجات كده بشخصنا كده يعني في النهاية نحن كلنا واحد. واحد ما يجي يكتب تعليقات برضو بين خلافات بين بيبي وبين أحمد كسلة ما في خلافات يا زول. الناس تحاول تفهم دي خلافات في ايوه في نقاط في حاجات تختلف لا لكن ما في خلافات ما عندنا خلافات يا زلمه. والناس تتفق برضو بانه كلنا هنا واحد ما في نسبه زيت وشنو ا واس وشنو ما دايرين. لقيت اخوك عدم اللعبه دي لعبه كبيره يعني الناس تحاول تفهم فيها دول مشاركه يعني تيزا تقريب حكايه 10 دول والامارات دي يعني فيها اجهزه والدنيا وحاجات بدءا في السودان ده معروف اللعبه ده ما لعبه صغير عشان انت تجي تخسر اخوك. وانا ما داير اتيل في الموضوع لكن الناس تحاول تركز وبرضه في موضوع جيش موضوع خادات خلي يا زول اللي ودي يشتغل شغله يا زول عشان ما تجي تكتب تعليقات وتقلو عارض هنا. شكرا تحياتنا تسلم كثير. انا طبعا يا فخامه هناك في اللايف وفي واحد في شباب كثير جات والله احمد كسر. انا بس في حاجه دار اقول لك انا في الايامات الجايه دار افتح لايف عن الوضع الراهن ودار نشوف حلول ان احنا للازمه السودانيه وما حاجيب الا الناس الفاهمين الناس اللي بيتكلموا من ناحيه سياسيه بمنطق وباحترام يعني ناس كلهم زي ما بيقولوا كده توب ناس نظيفين ان شاء الله ونتلاقى ان شاء الله. تحياتي لك. طيب الناس اللي كتب لي قال لي ابو كنان ما فاتح فيك لايف خليه يرد ثاني والله ما لازم ارد عليه ما عنده مشغله. ليه؟ لان انا لا اقبل غدا دير راكبون دير تمشي تعمل لك مبادره امشي مع نظر قلعة هناك نظر قلعة دي انت اميان منا امشي اقعد مع نظر قلعة اعمل مبادرتك هذول خليه يدعموا واي زول بقيم قدام المبادرات زول وسخ. لكن ما تجي تربط لي موضوع بتاع المبادره وموضوع بتاع ركوب بتاع غادات هنا. احنا بنركب هنا رؤساء الحركات المسلحه واقفين مع الناس الحسي انا اشوف الجنيويت مش وضعت لك قلت له والله لو خشيت في الفاشل رقدته في سرايرهم جوا والله اقنع من حبوبتك وامك والله ما يسلموك لا لو كسرت رقبتك انت بتتكلم كيف دارفور يكون في يد الجنيويت انت بليه الا لو جينا ومنا. فده انا دائما بكله لكن رؤساء حركات لا 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 بس الدرازات بيتفقوا يعني احنا ما ادري اقول في قبيله في السودان في قبيله في السودان والتحيه لها والتحيه لنسوان ذاته الراجل بيتزوج ثلاثه واربعه ما حصل شفناه بيشاكروا مبسوطين قاعدين جوا البيت اكلهم واحد شرابهم واحد. الراجل ده يلف زي غنوات الاشلاك يمشي شرق وغرب وجنوب وعامله اسوسيمي لكن انتوا اثنين بس زي الضرات ضرات المتشاكسات وي 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 مني عبد الواحد عبد الواحد عبد الواحد عبد الواحد مني 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 عبد الواحد مني عبد الواحد مني عبد الواحد مني عبد الواحد غرب غرب
الجنجبيل مبسوط بطلع منين لغايه دي. اما الناس اللي بيجوا بيقول لنا زي ابو كنال مثلا ما تنتقد الجيش والله قال انت خيرت شنو، لا 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 غيرنا كثير. اي دول بيعرف حقه ولا نركب الجيش ده نطلي ويتين القيادات دي. لكن ابو كنال يرد ما يرد علينا ما شغال بيه وعندنا ما شغال. هو مش قاعد يردم الانصرافي بردني انا حبيبي والله اركب شافي مجد دي بيطينه ودي بعجينه حسي بلف التلفوني وبنوم لانه الساعه 12 وددت لا يا دنيا ما دخلك شهر انتهى الموضوع. اللي ينبع سال انا هسي سامو ما سامو بس تحياتنا. والله يا اخي هو كده اول حاجه يوم بكره ذاته انا اكون حي ولا ميت ده الموضوع. يعني انا يوم بكره انت لو لايف بتاع يوم بكره او انا لا 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 انا يوم بكره هو انا ببيت يعني مثلا ما انا ما ضامن نفسي. اما لو الزول قام الصباح ما عارف في بدنه وامن في امن في سربه وما عارف في بدنه وبملك وقوت يومه كانما هزت له الدنيا. أبو كنان رافي بيك لايف ما عندي شغلة ما جه هنا كان في قريب 800 ولا 900 بتاع داري ورجة خارج الجيش ركبت لك قدام الناس حرقته داري طبل للجيش ركبت لك لبن كيف ركبت المرحاضات معه القواري قلت له أنا تاني لو فتح لايف 500 سنة ما عندي ما شغلة خليه يلبس ابوي وامي وحبوبه حبوبتي ذاته مش يتركب قدام الجمهور هنا داري يجي الادب والواد عامل فيها فعلا جمهوري هذا صراعيلي هذا ما تتمستجل يا كسر انت ما تتكلم كلمه ضحك تتركب لا تقول لي أنا من جبال النوب ولا نيل الأزرق ولا دارفور ولا وسط ولا شمالية ولا شرق السودان ما دري تكلم دغري تتركب بمربط بيك قدام الناس لا 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 أمسك الزول من الزول نزل تيد القمار يشوف مراقب ريدة قويلة متك وفتك دبليو تلعب جولة لا 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 أنا ما من الناس اللي قاعدين يلعبوا جولات نهائي. ظنوا إنه أيمن وين ماكرون يفوز لأنه حل البرلمان وفي انتخابات لأنه عشانهم على مشارف الورق وكده والتفاصيل ده واليمين المتطرف وسخ. لكن أنا أنت ورق ده ما شغلي ولاس الورق قال لي ما يزور قلبي ابن قلبي عندي ورق لازم يمشي يشتغل ما في نوم ما في زول يصرف قروش من الدولة ينوم. وأنا زول بحب الشغل من أخذ الأجرة حسب الله بالعمل بحب الشغل بحب إنه أنا أملس الشغل ده كده تك 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 بروفيشنال. يعني أنا كده كده ما فاضلة هتقسم مني ضرائب وحق الموية وحق الكهرباء وحق إيجار البيت معناته أنا راجل صالح وبدخل لفرنسا انا بقول. اما انا ذات اتمنى انه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يفوز عشان انا كمان الدوله دي ما حق امي وما حق ابوي بتمنى الخير لاخواني ما عندهم اوراق. في واحد حاقد ابني حرام ها
حق الأخوان تقول الدولة ده حق أمه. أنا بتمنى من الله، يا الله فنش مارينا لبين، فنش بروك راندي أورتي، عشان أخواني أنا ما خصم لزول، لأن الدولة دي ما حق أبوي ولا حق أمي، ولا قاعد أطلع قريش من جيبي. تمام؟ فأتمنى إنه كلهم يستلموا أوراق، الصالح والطارف، وأتمنى إنه يجيبوا لهم ليف قدو فاميلي، ويجيبوا أزواجه ويستمتعوا هنا. ويزول عنده خلاف معي سياسي يرحس قوه، والدير يلاقيني تصفوه. موضوع بسيط يعني ما بيحتاج، لأنه ما ممكن أنا عندي ورق وكمان أكون ضد الناس اللي ما عندهم ورق، وأنا ولا بقول لهم صواريخ وأنا مكانة، كلنا صواريخ، وأنا ذاتي عبارة عن متطفل في فرنسا من الآخر، لأنه دي ما بلدي، أنا زيي وزي أي كلب هنا موجود قاعد لاجي. فما في حاجة اسمه أنا مكنة وذاك صاروخ والكلام الفارق والفضفاض والكلام الفارق، كلنا واحد، كلنا مقبلين في 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 هنا في ليبيا، كنا ما في ده بلدك؟ لا. حق أبوك؟ لا.